موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على القاعدة الأولى، قاعدة الأعمال بالنيات. ويقول: النية الكلام فيها يطول، وقد ذكر العلماء أن النيات تدخل في كثير من الأعمال وفي كثير من الأبواب الفقهية، وما من باب فقهي إلا وللنية فيه مدخل. أتكلمنا على النية في العبادات والمعاملات والفرق بينهم، ده أحد التقسيمات المهمة. تكلمنا النية في الأحكام التكليفية، تدخل في الواجب المستحب الحرام المكروه، وأيضا في المباح باعتبارات، ده تقسيم آخر أو يعني التفريع للجزء بتاع العبادات من التقسيم الأول. أيضا ممكن كترتيب، وده بنلاقيه في كتير من كتب القواعد، نتكلم على النية، المسائل المتعلقة بالنية مرتبة على الأبواب الفقهية. طبعا هو مش هيستوفي معانا المسائل هنا، ولكن على الأقل بيورينا أحد الطرق اللي بيها بيتم أو يعني حصر أو استقراء المسائل التي تدخل فيها النية، فبرضو مهم هذا المدخل. يقول: فهنا هيبتدي يتكلمنا على بعض المسائل على عجالة، طبعا نقول رؤوس المسائل كده، بعض المسائل التي تدخل فيها النية في الأبواب الفقهية المختلفة. يقول: مثال ذلك أحكام الطهارة. احنا قلنا النية في العبادات، احنا اتفقنا ان النية بمعنى إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وهذا موضوع بنلاقيه في كتب العقيدة وبنلاقيه في كتب السلوك والتربية، هي أن أريد من عملي وجه الله، أن أريد من عملي الثواب الذي عند الله. فهذه النية بمعنى الإخلاص، ويضدها الشرك الأكبر والعياذ بالله من يعبدون غير الله، أو اللي يضدها الرياء ممن يريد بعمله الرياء أو السمعة أو نحو ذلك. والنية بمعنى التمييز، تبقى تمييز العادة من العبادة، لأن في بعض صور العبادات يمكن أن تؤدى كعادات، والتمييز بين أنواع العبادات، يبقى هو القصد الدخول في العبادة، فبيكون هنا فرقها عن العادة وفرقها كمان عن العبادات التي تشبه، يبقى ده النية فقهية، هو يبقى قصد خلاص، هو دي عبادة مستقر لديها أنه يتقرب بها الله تبارك وتعالى، واجبة كانت أو مستحبة، فمن شروط صحتها أن يكون طبعا غير شرط التقرب، لا هنا بقى شرط الدخول في العبادة، لأن الدخول فيها حيميزها عما يشبهها من عادات، ويميزها عما يشبهها من عبادة. طبعا مثلا عندي بعض العبادات يمكن أن تؤدى بصورة قريبة جدا من صورتها العبادية على أنها عادات، أشهرها الغسل مثلا، الوضوء محتمل، يعني غسل أعضاء الوضوء ممكن الإنسان يعمله تبردا يعني، وهكذا. فابتداء هي النية، عشان هو قصد الدخول في العبادة المعينة تقرب إلى الله تبارك وتعالى، بيبقى فيها الإخلاص، وفيها تمييز العادة عن العبادة، وفيها تمييز العبادات بعضها عن بعض. اللي بيعنى به الفقهاء طبعا، لأن أمر الإخلاص أمر يعني مستقر تماما، وبتكلم على دايما النية بمعنى التمييز، تمييز العادة من العبادة، تمييز العبادات عن بعضها عن بعض. بتبان جدا كما ذكرنا في إيه، في كل المسائل اللي يبقى فيها اشتباه، سواء من العادة والعبادة أو من بعض صور العبادات. فمن أحكام الطهارة التمييز بين العادة والعبادة فيها، التمييز بين غسل التبرد وغسل الجنابة، غسل التبرد أو التنظف وبين غسل الجنابة. وعلى فكرة بيتفرع على كده أسئلة كتير ساعات بتشكل يعني على البعض، حتى لو درس المسائل من كتاب مختصر أو نحو ذلك، يعني ناس كتير بيبقى في غسل الشرعي اللي هو واجب أو مستحب،
عايز يجمع بينه وبين غسل النظافة، وربما هيعمل حاجات لو فعلت في الغسل الشرعي تفسده. يعني لو انت يعني جبت المية بصابون، خلطت الصابون سواء صابون سائل او خلافه، وبقت المية تغير هي ذاتها، تغير لونها او طعمها او ريحتها تغيرا ملحوظا، خرجت من الطهورية الى الطهارة. بينما انت ده في غسل التنظف مطلوب، ماشي؟ نقول هنا يبقى يعني من فروع هذا الانسان اللي هيغتسل من الجنابة او هيغتسل الجمعة، حتى لو قلنا ان غسل الجمعة مستحب، يبقى ان ده غسل عبادة، محتاج ايه؟ نية، ومحتاج شروط العبادة بقى كلها. فلازم يبقى عنده إراقة للماء، إسالة للماء على جميع البدن بماء طهور لا يخالطه شيء. قبلها بقى مية بصابون، بعدها مية بصابون، قبلها يبقى هو بيجمع بين غسل تنظف وغسل ايه؟ عبادة. المهم يبقى حصل غسل العبادة. أما الإضافة شيء يسير من الماء، من الروائح للماء، وطبعا لأن عارفين زمان كان الاغتسال من أواني، والآن ممكن زي لو حد عامل بانيو أو كده وهيملاه وينغمس فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابيات التي غسلن ابنته زينب رضي الله عنها، قال: اغسلناها بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورة. وعندنا مستقر ان احكام غسل الميت هي كاغتسال الحي. يبقى اذا اخذنا من هنا ان تطيب ماء الغسل بشيء يسير لا يغلب عليه لا يخرجه عن الطهورية. واخذنا من هنا كمان في ابواب المياه بقى ان التغير بالاشياء بالامور الطاهرة يتسامح فيما لا يتسامح بالتغير بالنجاسات. يعني احنا التغير بالامور الطاهرة لن يخرج الماء عن حد الطهورية الى الطهارة الا اذا غلب عليه، بينما التغير بالنجاسة اذا حدث تغير. انا بحط سدر او كفور او شيء من عطر عشان اجد التغير ده، عشان اجد هذه الايه؟ الرائحة. ففي الطاهرات كونه في ما زال يسمى ماء، يبقى التغير بالأمور الطاهرة لا يخرج عن حد الطهورية، سواء كان هذا مقصود ان انا حاطط عطر بايدي، او مثلا جفنة فيها اثر عجين، هو ده اللي موجود، ماشي؟ والماء قليل، مش دايما تتصور بقى انك عندك صنابير المياه الماء قليل والماء الجفنة فيها اثر عجين والانسان جنب، فحياسكم مثلا شوية مية في هذه الجفنة يختلف منها. فهذا التغير عجين جاف ملتصق بأطراف الجفنة، وبعدين لما حطينا عليها المية، متصور الشكل ده مش كده، ده لا يخرجه من الطهورية إلى الإيه؟ إلى الطهارة. لأنه فهنا هناخد إن التغيير اليسير، التغيير دايما أنا باصص الماء الذي خلطه غيره إلى التغيير أو التغير. لكن في الأمور الطاهرة إمتى بيحصل مشكلة؟ إذا غلب عليه، إذا غلب ذلك الطاهر على الماء، فصار لا يكفيك أن في تعريفه أن تقول ماء. زي الماء الورد زي كذا، ما ينفع لو قلت ماء تبقى قصرت، تبقى بتقول حاجة تانية غير اللي قدامك. بينما ماء معطر بعطر يسير أو ماء متغير تغير يسير بأثر الإناء، كل هذا لا يخرج عن حد الايه؟ الطهورية. اما النجاسات فاذا حدث تغير ولو يسير طالما انه ملحوظ يبقى اخرجه من الطهورية الى النجاسة. اللي جرينا للكلام ده ايه؟ ان انا عندي ممكن ابقى في ذات الوقت عايز غسل تنظف وغسل يعني شرعي تعبد، سواء بالغسل من الجنابة او غسل من للجمعة او غسل العيد، اللي هي غسل واجب او غسل ايه؟ مستحب. يبقى احرص ان في البداية او النهاية عندي غسلة ماء طهور، ماء مطلق غير مخالط بايه؟ بشيء. كده يحصل ومعها النية، ومعها الايه؟ النية. وعايز احط يبقى قبلها او بعدها اي غسل للنظافة لا بأس. يبقى اذا التمييز بين غسل التبرد وغسل الانغماس في الماء في البحر، الانسان بيستحمى
بغرض التنظف او بغرض الاستجمام والمرح، لو جه وقت الصلاه وهو كان جنب، او حتى عند من يقول ان ممكن من لغير الجنب ان الغسل يجزي عن الوضوء مطلقا، هينغمس غمسه في الماء بس لازم الغمسه دي تكون ايه؟ او عمال في الماء طول اليوم مثلا، لكن هنا محتاجين الايه؟ النيه مع هذا الانغماس. ايضا يبقى التمييز بين العاده والعباده، ويبان جدا هنا ليه بان معايا في الطهاره قوي، عشان نفس الهيئه تقريبا بتتعامل كتير على انها عاده. نعم. ايضا التمييز بين انواع الوضوء، يعني بعض العلماء بيقول وانت بتتوضى تبقى ناوي هتعمل ايه، عايز اتوضى عشان اصلي، او اتوضى عشان اقرا القران، والراجح ان انا اتوضأ بنية رفع الحدث بس، او استباحة ما يستباح بالوضوء، وتبقى دينية عامة. طب لو انا مش ناوي كده، انا نويت الوضوء للصلاة او الوضوء لقراءة القرآن، الظاهر ايضا ان حتى ولو كانت هي دي النية خلاص يكفي نية التعبد وجدت، فهتكفيني عن كل العبادات التي يستباح بها الوضوء. ليه؟ لأن أنا هنا الغرض أن يقع الفعل بنية. بعض الفقهاء بيبالغ جدا أن النية دي هيجي التنبيه عليها، يعني بيضيف إليها أشياء لم ترد بها الأدلة، وهي فيها تحميل للنية لمعاني أكثر من معناها اللغوي والشرعي. النية عزم القلب، فأنا عايز هنا، لذلك بنقول لو أنه نوى بالوضوء ان ده رفع الحدث ماشي، نوى به استباحة ما تستباح به الصلاة ماشي، نوى به الصلاة يعني يقرا به قرآن ويمس به المصحف، ان هو قراءة القرآن الراجح انه ايه، ان الطهارة لها مستحبة وليست واجبة، مس المصحف هو الطهارة له ايه، واجبة. وعموما قراءة القرآن الطهارة لها ومستحبة، تبقى داخلة معانا برضو في الايه؟ في العبادة. يعني لو نوى بقراءة القرآن على اعتبار ان قراءة، طيب نوى واحدة من دول بس، تعالى نقيس المعيار، انا عملت اعمال الوضوء بنية وليست ان عملتها تنظفا او تبردا، النية دي فيها عبادة مخصوصة، بس العبادة دي تشترك مع غيرها من العبادات ان من شروطها ايه؟ الوضوء. فاذا يبقى خلاص وقع الوضوء صحيحا، لان اللي همني من نية الوضوء للصلاة انه وضوء تعبد، انه غسل للاعضاء بنية الايه؟ ده القدر اللي كان مطلوب من النية على الراجح من اقوال العلماء. لكن بعض الفقهاء له تفصيل في هذا. التمييز بين انواع التيمم نفس المسألة. يقول فالتيمم يشترط له النية باجماع العلماء، فدخلت النية في باب الطهارة، وكذلك في باب الصلاة. التمييز بين أنواع الصلوات سواء كانت صورتها واحدة أو لم تكن واحدة، ويزداد ده جدا لما يبقى في جمع، أو سواء بقى برضو له أسباب مشروعة أو حتى قصر وترك صلاة التخرج وقتها، دي معصية وكبيرة من الكبائر، لكن الجماهير العلماء على أنه يقضيها حتى وإن كان تركها بتقصير. طب كده هيبقى إيه؟ ترك الظهر لأن دخل وقت العصر، عليه الظهر وعليه عصر، صلى 4 ركعات بنية الظهر و4 ركعات بنية العصر، ولابد في كل منهما أن تكون النية محددة. يقول وتعمق بعض فقهاء الشافعية في مباحث النية، كأنه يخشى أن أي جزئية من العبادة ما تشملهاش النية فتفسد، ده التصور اللي وقع لدى بعض الفقهاء. يقول فبعضهم يشترط التلفظ بالنية. طب ليه؟ قالوا لان ده اجمع لعزم القلب. لا، ما هو ما ينفعش الاعمال العقل في مقابلة النص. وانا عندي هنا العبادات التي يعني امر الله عز وجل بها وامر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم فعلها صلى الله عليه وسلم، ونقل الصحابة صفة فعله لها صلى الله عليه وسلم. عدم النقل يدل على العدم، وعدم الفعل يدل على عدم المشروعية. خلاص، يبقى الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشروع، ده مفروغ منه، وإن كان البعض ينازع في هذا لكن في لا. طيب
هنا البعض يقول لك ومن الذي دلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنية؟ نقول له عدم النقل يدل على العدم. منين؟ طب أنا دلوقتي ما الحد جه الدرس ومشي كويس، قابله حد سأله مين في الدرس، قال له الأخ فلسين ولا أخ صاد أخين، وأغفل آخرين عشان هو ما يعرفهمش أو عشان هو عارف. إذن هيقول لك القاعدة العقلية تقول أن عدم النقل لا يدل على العدم. واضح؟ بقول له نعم موافقك على هذا، أن عدم النقل لا يدل على العدم إلا إذا احتفت به قرائن تدل على العدم. وعدم نقل شيء في الدين مع وعد الله بحفظ الدين ومع توافر همم الصحابة لنقل الدين، ومع أن الصحابة قالوا لنا المرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وفي نعله أذى جبريل عليه السلام نزل، يبقى الأول هنا مسألة أن الله لا يترك الأمة في أمر يسير حتى ولو ظن أنه يسير كهذا، وكان غاية ما هنالك أنه إيه هيبقى في شك، اللي هيشوف الأذى في نعل صلى الله عليه وسلم هيبقى متردد. هو يعني ثمة تشريع يبيح يعني يتسامح في شأن النجاسة في النعل، ولا هو مثلاً نسى أو جهل أنه وطئ النجاسة دون أن يدري؟ هذا الاحتمال الشرع لا، الوحي لا يبقيه هكذا قائما دون ايه بيان. يبقى جبريل عليه السلام نزل الاول، وبعدين الصحابه انتبهوا وروا الاحاديث للتابعين الى ان دونت في دواوين السنه. يبقى عرفنا كده الصحابه ما سيبوش دي، حتى ده الكلام قلناه في قصه تأبير النخل، ده الحاجه اللي كانت محتمله وطلعت في الاخر انها دنيويه، ومن الاول النبي صلى الله عليه وسلم قال اظن، مفيش شرع يبقى فيه ايه اظن. مثلا بيقول لهم ده باقتراح بشري منه صلى الله عليه وسلم، كلمه اظن تقضي تماما ان هذا ايه ليس وحي من عند الله ولا حتى اجتهاد شرعي من النبي صلى الله عليه وسلم، ده اجتهاد دنيوي. وقلنا ان في انواع من النخل ما بتحتاجش التأبير، أو قلنا إن الزراعة وغيرها قائمة على التجربة، ما يمكن أنا بكلف نفسي مجهود وتكلفة اقتصادية كتيرة لأمر ليس ضروري. إذن من الناحية الدنيوية ده تدرجه تحت عنوان البحث العلمي والتجريب وكل حاجة، لكن هو قال أظن. لما أصحاب لقوا الكلام كده نقلوا لنا حتى اللي هي حصل فيها إيه ظن دنيوي ثم بيان نقلوا، يبقى إذن بنخلص من وعد الله تبارك وتعالى بحفظ الدين وسلوك الصحابة رضي عنهم في نقل الدين، وإيه الحد اللي نقلوه منه أو ماذا اهتموا بنقل لغاية فين. وإحنا قلنا بقى عندك تواريخ كتيرة ما اتنقلتش، والحاجات التي غلب على ظنهم أنها ليست إيه أو التي علموا أنها ليست من باب التشريع ما نقلوا أنها شو تمسك السنة، مش ممكن تكون دي وصف الحياة النبي صلى الله عليه وسلم لو هي وصف لكل ما يتعلق به التشريع وما لا يتعلق. لا أجي. وبالتالي يبقى عدم النقل في الدين يدل على العدم. يبقى احنا نقول هنا لا، نحن نوقن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية. يمكن مسألة التلفظ بالنية دي بقى فيها شبهة اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، لا بل حدث في الحج خلاص، لو سميت اللي حصل في الحج ده تلفظ بالنية قيده بالحج، واحنا قلنا ان هو ايه ذكر يشرع عند بداية النسك وليس تلفظ بالنية، لان تبقى النية معناها اللغوي ليس في فعل لسان، ومعناها الشرعي المضطرد في كل العبادات كذلك. فلو في عبادة اختصت بهذا النطق يبقى نقول ايه اللي يجبرنا نسمي هذا النطق نية او جزء من النية، احنا كده كده هنقول بمشروعيته حيث ورد، بس لما ظنوا ان هذا جزء من النية حصل لديهم اللبس. طب النية في عبادات اخرى، والعبادات الاخرى ربما فيها تفاصيل زي ما يعني محتاجة استحضار الى غير ذلك، فوقعوا في هذا. الحاصل ان كأنهم نظروا ان كل جزئيات العبادة يجب ان تشملها النية. طيب ماشي، ما راح اقضيها بنيات، لا نية ارادة العبادة في الاول، استحضر العبادة بكل جزئياتها، وكمان ازود عليها نطق اللسان
لان ده هيقوي عزم القلب، يزوي ان نطق اللسان فيه فائده زياده، ده ظن من قائله. بس ما ينفعش هنا، لو كنا في باب العادات كنا ايه والمعاملات كنا ناقشناه، لكن في العبادات لا يجوز. وبعدين التجربه بتثبت لا ده مش بيقوي عزم القلب. هو فعلا النطق اي حاجه بعملها باكثر من جارحه بتقوى، لكن هنا ده فتح باب الوسواس. عشان كده الشرع لم او يعني لعل هذا من الحكم من الشرع من اجلها لم يجعل النيه معها. وبعدين كل عباده هي النيه، احنا قلنا بتبقى مقارنه للعمل، فانت ليه عايز تقول النيه اذا كان انت بتنوي وتقول الله اكبر في الصلاه، والحج بتنوي وتقول التلبيه اللي هم سموها ايه التلبية وتسمي فيها النسك، فهم راح مسمينها انها تلفظ بالنية. يعني اي ما يعني جمع عزم القلب بعمل اخر غير العزم القلبي موجود، لان انت احنا قلنا النية بتبقى مقارنة للايه للعمل. طب استحضار الجزئيات فيها نوع من ممكن بادي الرأي كده تقول اه فعلا اجمع لعزم القلب. ايوه بس انت اللي قال كده، احنا قلنا اي حد يستحسن شيء ويلاقي الشرع لم يأتي به بالذات في باب العبادات لازم يعرف ان استحسانه ده فيه مشكلة، وان هو يا اما شيء وهم منه، واما انه المشكلة انه ومع انه حسن الا انه يعني يجيب مفاسد اكبر، زي ما شفنا انه اشتراط النية بهذه الطريقة جر الى الوسوسة وجر الى الناس تشوشر على بعض. لو يعني حد منكم يعني كبير في السن شوية او يعني حد من الكبار بيحكي له، كان من العادات الجهر بالنية ده، تلاقي الواحد واقف. يعني انا عاصرت بعض الناس اللي بيعملوا كده في بعض المساجد، الحمد لله قلت جدا العملية دي، وحكي لي بقى اكثر من مرة انه نويت اصلي لله 4 ركعات فريضة الظهر في مسجد كذا خلف الامام الفلاني، يعني وبيقول حاضر وبيقول بصوت عالي، واللي جنبه بيقول بصوت عالي، ده كده النوايا ضاعت خالص، متابعة الامام ضاعت كل حق. يعني المقصد ما هو يا اما الامام هيقول الكلام ده طول ما هو بيقوله لسه ما نواش، مش هنعرف احنا ندخل في الصلاة. خلص الامام كلامه بتاعه هو ودخل، المأمومين هيبقوا مشغولين عن متابعتي بايه، بكل واحد بيحكي قصة نيته وكل واحد بيشوش على التاني. وطبعا ناس هيقول لك احنا ما قلناش يقول خلف الامام الفلاني في مسجد كذا، لكن انت لو كان الشيء مشروع والناس زودت فيه يبقى نقول لهم وقفوا عند حدود المشروع، لكن انت شيء غير مشروع وكان زيادة تراها محدودة ولها اثر ايجابي من جمع عزم القلب فزودتها، هكذا ظننت، المحصلة بقت ايه جابت عكس ما ظننته. يبقى هنا الامر يسير، وهي المقصود فقط نية التعبد موجودة، هي دي صلاة، اللي جاي يصلي عارف ان هي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، يكفي انه يكون نيته ان يصلي لله الصلاة الفلانية. ونعم يقول حتى ان بعض الفقهاء الشافعية يرى ان من لم يتصور جميع افعال الصلاة اثناء البدء فيها فان صلاته لا تكون صحيحة، ولذلك يقول عندما تكبر وعندما تنوي الصلاة لابد أن تتصور جميع أفعال الصلاة حينئذ، وهذا فيه مشقة على العباد وحرج عليهم لم تأتي الشريعة بمثله، ولذلك فهم يبطلون كثيرا من صلوات الخلق. وإذا تأمل الإنسان في أحوال كثير من الفقهاء الشافعي، يعني مش موافق قوي على الضغط على كلمة الشافعية، يعني أنه بغض النظر من قال بذلك، لأن طبعا يعني كبار محققي الشافعية لا يقولون بمثل هذا، فمن قال بهذا من أي مذهب كان. يقول وإذا تأمل الإنسان في أحوال كثير من فقهاء الشافعية جزاهم
قد أدخلوا على أنفسهم الوساوس بسبب ذلك. لذلك تجد الإنسان منهم يكبر مئات المرات ولا يقتنع بتكبيرته، لأنه لم ينوي جميع أفعال الصلاة حينئذ، ليس فعلا من أفعال الصلاة. ولذلك تجدهم في الطهارة يعيد الإنسان منهم طهارته مرات عديدة بسبب ذلك. وتدخل النية أيضا في مباحث الزكاة، فتفرق بين فرضها وبين نفلها، وننوي بها التقرب لله عز وجل. طبعا من أخطر الأبواب، كثير من أهل الخير تجد لا ينوي في زكاتي، سؤال متكرر، كان طول السنة بخرج، اللي يجي لي سائل أديله. على فكرة هو يجوز إخراج الزكاة مقدما. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف زكاة العباس رضي الله عنه لعامين، لكن الزكاة لابد لها من نية مخصوصة، غير نية الصدقة، غير نية المجاملة، غير يعني كل حاجة. وإن كان هي تدخل في المعنى العام للصدقة، بس برضو نية إن أنا بدي لحد هدية ممن تجري بينه وبينه هدايا أو هبة يراد بها الثواب زي النقطة أو كده، غير إن أنا أعطي لفقير صدقة مستحبة، مع إن الأولى قد تدخل في صدقة معناها الإيه؟ العام. النفقة على أهل البيت من أعظم الصدقات، أي من أعظم الطاعات، لو إن الإنسان نوى بها القربة. ولكن تختلف عن نية الصدقة على إيه؟ فقير، وتختلف عن نية الزكاة. فكثير من الناس ما بيفرقش بين الصدقة والزكاة، فيعني لا، مهم جدا الزكاة يكون بيخرجها بنية الزكاة، وتكون النية دي قبل الإخراج، مش بعد ما يطلعها صدقة يقول هحسبها من الزكاة، ومش بعد ما يطلعها قرض يقول هحسبها من الزكاة. ده باعتبارات كتيرة بقى، منها طبعا ان ايه، ان القرض على واحد صار مستحقا للزكاة، يعني دين قرض على دين على معسر، وده بقى من اجود المال ولا من اوسطي ولا من ارضائي؟ من ارضائي. يبقى ما ينفعش انا اخرجته وإقراض مال مرتين كصدقة به في الحديث، يعني ثواب القرض عظيم جدا، أنا أخرجت أريد ثواب القرض بس أنا مستني المال يرجع لي، فما زال ده داخل جوه مالي، محسوب جوه وعاء مالي. طيب هو جه أعسر بقى فقير، أو هو فقير من الأول بس أنا ما كنتش أعطيله بنية الإيه؟ الزكاة. الدين الذي على معسر ليس من أوسط المال، فضلا ان في عله اخرى، وهو انه لو اسقطه على اعتبار انه الزكاه سيكون من باب بيع الكالئ بالكالئ، لكن العله الاكثر وضوحا لدى كل الناس، يعني حتى اللي مش مشتغلين بطلب العلم، ان اسقاط الديون على فقير، لو انا لي دين على فقير وجيت اسقطته واعتبرته من الزكاه، هذا ليس من ايه؟ من اوسط المال، ده من ارضائي. ماشي. لكن ينفع يجي واحد عايز يعطي الفقير ده زكاته، واحنا عارفين ان فلان اقرض ذلك الفقير ونفسه متشوفة للمال، ما كانش ناوي بيه صدقة ولا زكاة ومحتاجه او ايا ما يكن، فنقول له يمكنك ان تسد عن الفقير دينه لهذا الايه الذي اقرضه، لكن المقرض نفسه الدائن نفسه ما ينفعش يقول ايه خلاص انا اعتبرته من زكاة المال، لا، او من زكاة. فإذا هنا مهم جدا في باب الزكاة، أن لأنه هنا صورة الصدقة والزكاة لا تختلف إطلاقا إلا بالإيه؟ بالنية. فمهم جدا هنا النية. والناس اللي بيبقى عايز إذا أتاه سائل ألا يرد ويحسب ذلك من الزكاة، محتاج عدة أمور. الأولى أن يكون ده مقدم مش مؤخر. ماشي؟ يعني في ناس يقول لك يجي موعد الحول بقى واجب عليه الزكاة، يقول ما انا كل يوم بيجي لي سائل بدل ما رده خليها اخرجها منه، لا لا يجوز، وجب انت النهارده وجب عليك الحول النهارده. العلماء بيتكلموا ينفع تتاخر يوم او يومين ولا لا، يوم او يومين، تخيل العلماء ده لو كان ينتظر بها فقير ذي رحم او فقير اكثر احتياجا وما لقاهوش هيجيله تاني يوم او اللي بعده، فالزكاة تجب تخرج. ليه؟
انا لو في دين حل موعده. معلش في الحاجات دي هنحاول ايه الامثله نشرحها بالمره، يعني مش لازم نكون متعجلين ننهي الكتاب، ولا ايه رايكم؟ ماشي. طيب ال 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 انا لو الدين حل عليا وعايز اجله بستاذن الدائن. طب هو الزكاه دين لجموع الفقراء او للاصناف الثمانيه، لم يتعين مالك لها الا بعد ما اداها له في ايده، طول ما هي لسه في ايدي ليس لها ايه؟ مالك بعيني. استاذن مين ولا مين؟ لذلك دايما بقى المذهب الوسط اللي بيذهب اليه ابن تيميه في كل مسائل الزكاه، ان انا لو ناوي اخرجها لحد بعينه ممكن ساعتها استاذنه اشيلها له، وممكن ساعتها اقول له لو تحب القيمه افضل لك اجيب لك الايه؟ القيمه. ولعل ده مذهب وسط يعني انا اميل اليه، وان كان الاحوط سواء في مسائل تاخير الزكاه او في مسائل القيمه ما نعملش كده الا لو يعني وكلني في قبض الزكاه فعلا، يعني ايه وكاله حقيقيه كامله بقى ده هشيله له واكتب عليه اسمه بقى انقلب انه دين له علي. لو كده ماشي، وان كان الشيخ حسام بيقول ما هو اخف من ذلك في مسألة القيمة. رأيك برضو مسألة القيمة في الزكاة مش زكاة الفطر بس، ومش القيمة معناها يجب علي شيء فأخرج ما يكافئه من غير، يعني يبقى واجب علي حبوب في زكاة الزروع أطلع نقود، واجب علي نقود في زكاة النقدين أطلع قماش أو لحمة زي ما الناس بتعمل. كل دي اسمها إن أنا لم أخرج الجنس الواجب علي، دي اسمها اخراج القيمه في الزكاه. وشيخ الاسلام بيقول والله اذا انا معي زكاه واريد ان خلاص نويت ان اعطيها لفقير بعيني فقال ان القيمه انفع له، يبقى حينئذ يجوز اخراج القيمه. ودي ممكن يحتاجها بعض مثلا الناس في عروض التجاره، يبقى تجارته بيتاجر في كمبيوترات مثلا، عروض التجاره ينفع يطلع نقود، ينفع يطلع من التجاره اللي عنده، هو معهوش سيوله مثلا، مخزن كل بيتاجر في انواع ملابس غاليه شويه، لا يعني الفقير لو خدها مش هتنفعه قوي، غير ذلك. فممكن ساعتها يبقى محتاج، احنا بنقول له ساعتها الافضل تخرج النقود. زكاه عروض التجاره ينفع فيها من العروض ذاتها ومن النقود. وممكن ده بقى الفقراء اللي هو بيخرج لهم يقول لهم تحب اجيب لك ايه مثلا، يستعمل مذهب التيميه في المساله. طيب فضل بقى طبعا مذهب الامام حنيفه ان هو اخراج القيمه جائز اذا كان في مصلحه الفقير. على فكره مثلا في قده بس مش بيتكلم على فقير بعيني، انت رايت كده ان الفقراء هذا الزمان الحاجة اللي في ايدك مش راغبينها قوي، ممكن من غير ما تتكلم مع اي منهم من الاول كده تخرج الايه؟ ما ترى ان الفقراء اكثر رغبة فيه. ده الفرق بين مذهب ابي حنيفة رحمه الله ومذهب الشيخ ابن تيمية في مسألة اخراج القيمة في الايه؟ في الزكاة. نرجع تاني، اللي عايز يخرج الزكاة بتاعته على اقساط، سواء لان السيولة عنده ما بتتجمعش مرة واحدة، او سواء لانه يأتيه من يسأل، يبقى الزكاة تبقى مقدم، يعني يجي لازم يجي سنة كده ويقوم يخرج، أو يبقى لما يجي يسألنا نقول له أنت بتعمل الكلام ده إزاي؟ لا، لازم تخرج كل اللي متأخر عليك وتبتدي بعد كده، يبقى معلكش حاجة، يجي ميعاد الحول معلكش حاجة وتبتدي تطلع للحول الجديد. طيب فيبقى مقدم وبنية ولمستحق للزكاة، لأن باب الصدقة ممكن أتوسع فيه، باب الزكاة لازم أتأكد أنه مستحق، ويدون الكلام ده كله عشان يجي في ميعاد الحول يشوف نفسه خرج الزكاة ولا خرج أقل منها أو أكثر. لو أكثر وهو كان بنية الزكاة عايز يقلبه صدقة لا بأس، عايز يخليه من زكاة العام اللي بعده، ما هو الإنسان مستسلم زكاة العام بس لإيه؟ لعامين. لو أقل لازم فورا يخرج الإيه؟ اللي فاضل عليه من الزكاة.
يبقى باب الزكاة النية فيها مهمة جدا، لأنها صورة الفرض فيها وصورة النفل يكادان يكون متطابقا تماما. وناس كتير بالفعل عندها مشكلة أنها بتأديهم مشتركين كده دون أن تميز الفريضة. طيب حاضر، لو إن حد عنده تجارة وصعب عليه يعمل جرد، فقال والله بص هو أنا هاخد بأعلى تقدير ممكن عشان ما أعملش جرد، يبقى المبلغ اللي هطلعه ده جزء منه زكاة وجزء صدقة، لأن أنا خدت بالتقدير الإيه؟ عالي قوي، بس مش عارف هم قد إيه بالظبط. المسلك الذي نميل إليه مع أن الفقهاء برضو عندهم تفاصيل كتيرة في المسألة، إن تداخل الفرض مع النفل في باب الصدقات إذا كان يجزم بأنه قد أدى الفريضة مما يتسامح فيه، لأن أنا عندي هما الاثنين من جنس واحد من ناحية الشكلية، هي دي صدق، ده شيء يعطى الفقير شيء يعطى الفقير، من ناحية النية نية التعبد موجودة، من ناحية إفراغ الذمة هو متأكد أنه أدى إيه ما عليه. فبعض الفقهاء ممكن بيشق على الناس جدا في حتة لا، لازم تحدد الفرض قد ايه بالظبط وتميز الفرض عن النفل. يعني هم برضو بالغوا في أهمية النية، لكن هنا أغفلوا ان ثمت ايه، يعني يمكن هذا التداخل ضرنا في ايه، ميزت العبادة عن العادة ميزتها، يعني نية التقرب موجودة، ميزت الفرض عن النفل. انا في الواقع هنا لأن دي مش ليست قصة مفتتحة بالتكبير وختمة بالتسليم إنها عبادة لها هيئة، لا، أنا عندي في الآخر هي فيها معنى المعاملة، يعني هي دين يؤدى ولكن بإيه؟ بنية. فأنا لو أديت الدين وزيادة وقلت يبقى أنا بس غطيت الدين اللي عليا وما زاد صدقة، الظاهر إن هذا لا يضر. لا مش لازم، بس الصورة دي في 90% من الأحوال بيبقى فيها مشكلة، ساعات تبقى قيمة هو الذكاء اللي عليه نقود وهو راح جاب حاجات ايه عينية. طب لو مش دي، لو هو لو نجينا من دي بيدي لكل العاملين وكثير منهم او بعضهم على الاقل ليس مستحق للذكاء، لو نجينا من دي عندنا مشكلة تانية انه غالبا يستغني بهذا عن شيء العرف يقتضي ان صاحب العمل يعطيه للعمال، فهو استفاد من هذه الزكاة. انا يعني لا، الامر واسع جدا بقى، نية الصدقة الامر فيه واسع، ولو فيهم غني على فقير، ما احنا قلنا الصدقة يدخل فيها الهدية، باب التوسع على المسلمين، هيجي في العيد ويجيب حاجات، يجي في رمضان ويجيب بعض حاجات، يجي في عيد الاضحى ويذبح ذبيحه، طبعا برضه في عيد الاضحى بيذبحوا قبل العيد بنيه الصدقه ماشي، لكن ما اقولش ان هي دي الايه الاضحيه، لا هو ينوي بيها الاضحيه ولا هو يسميها حتى مجازا يقول للناس دي اضحيه، دي هديه لحوم العيد. لو هي بنيه الصدقه يدخل فيها الغني والفقير ويدخل فيها نية التوسعة على المسلمين، لكن بنية الزكاة فيها مشاكل كتير أنا لا أنصح بهذا. لكن لو هو عايز يعملها لازم يتأكد أولا يكون الحاجة اللي هيطلعها هي جنس الزكاة الواجب عليه، يتأكد أن كل الناس مستحقين للزكاة، ما يكونش هو مستفيد، ما يكونش العرف أن أصحاب العمل إما العقد وإما العرف، هو احنا قلنا المعروف عرفا كان مشروط شرطا، فاجي في بيئة عمل ما معروف ان ايه ان صاحب العمل هنا بيجيب الهدية دي للناس فروح جايبها من الزكاة، يا مشكلة. نعم. احنا كده يعني ماشي، هو سؤال مهم يعني، وان كان خارج موضوع النية، التوصيف الشرعي الصحيح
للجمعيات الخيرية أنهم وكلاء عن المتصدق، لأن مفيش فقير جه قال لك أنا وكلتك تقبض عني الصدقات، إنما في غني جه قال لك أخرج لي هذه الصدقة. فالمسألة مش محتاجة يعني إيه، مش فيهاش غموض، يعني هي واضحة. إن أنا أنا المشكلة إنه محدش بيسأل السؤال أين الوكالة؟ فواضح الوكالة هنا اللي جاري لغاية عندي عطاني الإيه؟ الحاجة. وبالتالي يبقى لازم أخرج الزكاة في موعدها، زكاة المال. أسأل الراجل أنت الحول بتاعك إمتى؟ وكتير من الإخوة بيعملوش كده. زكاة الفطر أخرجها قبل الصلاة، ما ينفعش إيه؟ وأخرها عن الصلاة. جلود الأضاحي يعني يبقى هنا إيه؟ اخدها جلد واملكها للفقير هو اللي يبيعها، مش العكس. يعني المساله دي كل ده فرع على ان الجمعيات الخيريه وكيله للايه؟ للجله يوكلها. المخرج، وارجو الا يكون تحايلا، يعني يتعامل بجد. انا لو عندي حالات لها اهميه ومحتاجين جدا وخدت منهم وكالة حقيقية أن أقبض عنهم، يقول لهم لما بيجي له زكاة ما يعرفش حولها إمتى أو كده، يقول سأقبضها عن فلان وفلان، ينفع بقى يشيلها. بس في الحالة دي يقوم كاتب عليها فلان وفلان وشايلها، بقى هو مدين بها أو هو مستأمن عليها. مش إنه عن فلان وفلان وبعدين يجي فقير آخر حتى لو أحوج منهم يقول ما دي عندي في الجمعية، يبقى فين الوكالة بقى؟ ماشي. فلو أنه سيقبض عن فقراء معينين ياخد منهم وكالة حقيقية، ولو قبض عنهم يقوم الحاجة دي ملك فلان وفلان أو ملك فلان، اللي هو قبض بالإيه؟ بالنية عنه وخلاص خرج. أما أنه بيقبض يضع في الصندوق، ومعظم اللي مش عايز يخرج في الوقت هو عايز عشان لما يجي مواعيد الشهر او كذا، ده نعمل ايه الحل ده؟ يا اما اقبض عن معينين، يا اما اقول للناس يا اخوانا جيبوا لي الزكاه بدري وقول لي ميعادها عشان اعرف دي اوظفها في ايه، في انه شهر او نحو ذلك. ده اللي إيه بقى إيه؟ وطبعا من اخطر الحاجات كفاره الظهار، يبقى لازم ارجع له يقول لي انه اخرجها، أو يكون أقول له يا عم أنت أقبضها عن ناس معينين عشان كده بقى أنا أخرجتها. اللي جاي يكفر كفارة الظهار أقول لي بتاع الجمعية الخيرية معلش دي كفارة ظهار. هلاقي الناس عادي في جمعيات خيرية عاملة صناديق كفارة ظهار. طب وبعدين؟ لا أنا أقول له خد بالك دي كفارة ظهار، وأعلمه إنه مش هيبقى حكم إن هو يستحل امرأته هذا المظاهر إلا بعد ما الكفارة تصل إلى الفقير أو وكيله. أقول له تقبضها، شوف لي بقى كم فقير تقبضها باسمهم وتديها لهم ويكونوا هم موكلينك، أو تتصل بيهم تقول لهم لكم عندي كذا. ماشي. أنا طالما متأكد أنه من حيث القيمة أعلى من الواجب. نعم. طيب دي مسألة تفصيلية في الزكاة. فيها تفصيل، يعني هل يكفيه التوبة وسقط الحق المالي أم يعيدها؟ هنا باعتبار أنه بعض العلماء بيرى يعني أنه دي برضو بعض المسائل فيها قدر من الاستحسان، هي أخذت فعليا فإذا تاب كأن
يعني يرى ان هذا نوع من الايه الرخصه، ان النيه تتراخى عن العمل، والظاهر ان هو اذا لم يكن قد نوى، وممكن هي تؤخذ عنوه وقت ما اخذت عنوه نوى يبقى تجزئ، لكن اذا لم يكن لا تجزئ. نكمل المبحث ده ولا ننقل للعقيدة عشان نخلص في وقت يسع انك تروحوا الدرس؟ ايه لان النفقة دي حق مالي، لا ليس عبادة في الاصل. يعني لو هو بينفق على اهل بيته بدون نية مش هيبقى اسمه ما اداش، بينما اذا اخرج مال دون نيه الزكاه ما ينفعش يحسبه بالزكاه. فهنا النفق على اهل البيت اصلها في من العادات تدخل في العبادات بالنيه، واما الزكاه فهي عبادة لازم لها نيه من الاول. ها طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل النيه، دخول النيه في مسائل تتعلق بالنيه في أبواب الفقه المختلفة، كملوا المرة الجاية إن شاء الله. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.